تبعي قناة فيزا فويس ماروك، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا غنهضروا فيه على موضوع التجمع العائلي بفرنسا. يعني راجلك او لا مراتك عندها كارت سيجور، عندهم كارت سيجور تما في فرنسا وبغاوك تلتحق بهم، سواء انت راجل هنايا او امراه من هنايا. شنو هما الوثائق اللي خاصك تدي، وشنو هي الطريقه، وفين غادي تدفع الفيزا ديالك وفيزا ميديكال، وكاع كاع الاسئله غادي نجاوبو عليهم في هذا الفيديو هذا. اذا هذا الفيديو غادي يكون بطريقه جد مبسطه باش الشخص اللي غادي يطلب الفيزا غادي يلقى داك الشيء مشروح مزيان وسهل باش يجمع الدوسي ديالو بدون اشكال. واحد النقطه، راه الدوسي كان دفعو في كازا ماشي في الرباط او المدينه اللي تابع ليها. المره الاولى كتدفع في عين برجه في كازا، كدوز فيزيت ميديكال، موراها كيعطوك الرونديفو باش تمشي لدايريكت كونتاكت، وكتدفع هذيك الوثائق كاملين اللي عطاوك باش تجمعو، وكتديهم اللي كنتي وديتيهم معاك نهار الموعد ديالك اللي عطاوك اللي صيفطوا لك في الميل باش تمشي دوز فيزيت ميديكال. اذا ملي كتزوجوا هنايا وكيدي راجلك العقد لفرنسا وكيسجلوا وكيطلب لهم التجمع العائلي من تما، مورها تيخرج لك لافي فافورابل، يعني كيتقبل لك التجمع العائلي. دابا انت كنهضروا الا شديتي في يديك هذاك لافي فافورابل، شنو هي اول حاجه غادي ديرها؟ اول حاجه باش تقاد ديك الشيء بطريقه احترافيه، انك كتسكاني جواز السفر ديالك وهداك لافي فافوراب كتسكانيهم باش كيكونوا باينين مزيان، وكتصيفطهم في الميل ديال لوفي عين برجا في كازا، وكتقول لهم بلي انا توصلت بالقبول وبغيت رونديفو باش نمشي ندوز فيزيت ميديكال. كتقول لهم بلي بغيت نمشي ندوز انا فيزيت ميديكال، عطوني رونديفو راني توصلت بالقبول ديالي. هاد القضيه سهله، ما حتى شي حاجه مصعبه. الى تبعتي هذا الفيديو مزيان غادي ما غادي خصك حتى شي حاجه، يعني غتمشي كامل ومكمول، الاجراءات غادي يجيوك سهلين. الوغ من بعد واحد يومين اولا نهار كيجاوبوك وكيعطيوك الرونديفو ديالك، كيجاوبوك لوفي في داك الميل اللي كنتي صيفطتي ليهم، كيعطيوك الموعد ديالك وكيقولوا لك جيب معاك مجموعه من الوثائق تجيبهم معاك نهار الموعد ديالك في نهار فلان فلاني والساعه فلان فلانيه. يعني كتدي معاك هذوك الوثائق، هذو الوثائق راه كيصيفطوهم لك مع داك الموعد كما قلت لكم. يعني انت ملي كتصيفط لهم ميساج كيجاوبوك تيقول لك اجي نهار فلان فلاني وجيب لينا هاد الوثائق ودير لهم فوتوكوبي. يعني خصك تكون دوسي فوتوكوبي ودوسي اصلي قبل ما نبداو الوثائق نشرحهم بدقه. حضرهم دوك الشناقه اللي تيكون حدا لوفي وسيروا الدوسي كامل ومكمول، ما ناقصها حتى شي ورقه باش ما يخرجوكش من تما وما تعرف ما دير، وراه المواعيد راه متوفره. اذا الوثائق كما قلت لكم هما هادو اللي كتشوفوا في الشاشه. اذا الوثائق كما قلت لكم هما هادو اللي كتشوفوا في الشاشه. غادي نوقفوا عند كل وثيقه ونشرحوها مزيان. اول حاجه هي طلب التاشيره اللي هو فورميلير دوموند دو فيزا شينغن لون سيجور، هو واحد الريسيبيسي راه كتعمرو السيت ديال فرانس فيزا. في العماره ديالك ديال الفورميلير كدير المدينه اللي هي الدار البيضاء كازابلانكا، ما كدير حتى شي مدينه اخرى حيت انت غادي تدفع في كازا، يعني ماشي غادي دير مدينتك فاس اولا مكناس اولا الرباط، غدير الدار البيضاء. حيت الا ما درتيش هاد الدار البيضاء هادي غتعول تخلص واحد 200 درهم على برا، غادي يخرجوا وغادي تخلص هذيك 200 درهم. ثم كان التليفون ثاني حاجه هي ثلاث صور رقميه 3.5 على 4.5 الفون بيض، والراس يكون ما داير لا حجاب لا والو، ما يفوتوش 6 الاشهر ما يكونوش قدام. عفوا. ثالث حاجه هي جواز السفر، جواز السفر تكون فيه 6 شهور الفوق، على الاقل تكونوا فيه جوج صفحات يكونوا خاويين. رابع حاجه هي جواز السفر، جواز السفر غادي دير ليه فوتوكوبي 5 الصفحات الاولانيين والصفحات اللي عامرين بالفيزات، كانوا الا كانوا فيزات شينغن ديال الامريكان وديال الانجليز دير لهم فوتوكوبي وجيبهم معك. خامسا جواز السفر خديم حتى هو الا كان عندك راه غادي تجيبو، الا كانوا فيه شي فيزات غادي تصورهم. سادسا جوج فوتوكوبي من لافي فافورابل اللي جاك من فرنسا، جوج ديال لافي فافورابل اللي جاك من فرنسا، جوج ديال النسخ. سابعا فوتوكوبي ديال الحاله المدنيه الاصليه، وجيب معك الاصليه، عفوا دير لها فوتوكوبي وغتجيب الاصليه غديها معك نهار الموعد. ثامنا نسخة كاملة من رسم الولادة تكون مترجمة باللغة الفرنسية. ثامنا نسخة كاملة من رسم الولادة تكون باللغة الفرنسية،
وتا العربية الدامة يعني الأصلية اللي غتحتاجها تما. تاسعا فوتوكوبي ديال عقد الزواج باللغة الفرنسية وبالعربية، راه كتدي معاك فوتوكوبي فوتوكوبي والأصلي يعني كدير جوج دواسة. عاشرا يعني عاشرا في حالة ما كان راجلك ما كنتي ديجا مزوج أو لا مطلق ومات لك الراجل أو لا مات لك المرأة، غادي يجيب شهادة الوفاة باللغة الفرنسية. رقم 11 عقد الطلاق، إذا كنتي ديجا مطلق باللغة الفرنسية سواء الراجل أو المرأة غادي تجيبو غادي تترجمو باللغة الفرنسية، غادي معاك الفرنسية والعربية، غادي لهم فوتوكوبي فوتوكوبي. الوثيقة الأخرى بالنسبة للدراري، إذا كان عندك الدراري صغار وبغيتي دير لهم تجمع عائلي غادي خصك أوتوريزاسيون بارونتال بالنسبة للدراري مينور تكون بالفرنسي وبالعربية، وغادي خصك معاها واحد لوتوريزاسيون ديال لو جوج باش يقدر يخرج الولد من فرنسا حيت مينور. الوثائق الاخرانيين تفسر صحي بالنسبه للولاد ما بين 12 عام و 15 عام. والوثيقه الاخرانيه هي الدوسي ميديكال الا كانت شي مرحله حامله ولا اونديكا، فهمتي يعني كتدي معاك هاد الوثائق كاملين اللي قلت لكم كتديهم معاك نهار الموعد ديالك باش كتمشي دوز فيزيت ميديكال. هاد الوثائق راه باينين ومشروحين مزيان، كدير لهم فوتوكوبي دوسي اصلي ودوسي فوتوكوبي وكتديهم معاك نهار الموعد ديالك وكتمشي لوفيت دوز فيزيت ميديكال. كيعطيوك الموعد باش تمشي تدفع تاليس كونتاكت الدوسي ديالك وتسنى باش يعيطوا لك باش يعطوك الفيزا. يعني حتى لهنا راه كلشي ساهل، ما كاين حتى شي حاجه صعيبه. فلوس الفيزا كتخلص 1080 درهم ما بين 1080 ما بين 1060 درهم و 1080، هادو فلوس الفيزا. فلوس تاليس كونتاكت راه كتخلص 320 درهم فاش كتهز داك الدوسي من مور ما كدوز فيزيت ميديكال ديالك، كتهز داك الدوسي كتمشي تدفعو في تاليس كتخلص هاد الفلوس هادو. دونك راه من هنا غنكونو سالينا زعما هاد الفيديو هذا. اللي ما فهمتش شي حاجه مزيان يقدر يكتب ليا لي كومونتير اولا يسولني في لي كومونتير انا غادي نجاوبو، ولا نمر التليفون ما كاينش اشكال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.